القربان بالصلاة والألحان، إنه سر الرضوان، إنه سر الغفران، سبحوه مجدوه إلى آخر الزمان. خالق الكون المعظم جاء في شكل طعام، جاء في سر مكرم فيه جسد ودم، سبحوه مجدوه واطلبوا منه النعم. هذا خبز الأقوياء، هذا قوت الضعفاء، هذا قوت للأحياء، هذا نور الحكماء، سبحوه مجدوه في السراء والضراء. هذا قوت للعذارى وغذاء القديسين، هو ذا نبع الطهارة وعزاء المؤمنين، سبحوه مجدوه إلى دهر الدهرين. نحتفل في هذا المساء في عيد جسد الرب ودمه. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس تكون معكم جميعا. وما روحك أيضا. أيها الإخوة والأخوات في يسوع المسيح، في بداية هذه الذبيحة المقدسة وفي عيد جسد الرب ودمه، لنطلب من المسيح الصفح والغفران على كل مرة لم نكن فيها أهلاً لأن نتناول جسد المسيح ودمه. نندم على خطايانا لنكون مستعدين لهذه الذبيحة المقدسة. أنا أعترف لله. كم أيها الإخوة، لأني خطيت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال، خطيئة عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا.
رحمنا الله القدير، وغفر لنا زلاتنا، وبلغنا الحياة الأبدية. آمين. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. نسبح الرب العلي. هللويا هللويا. بارك الملك السماوي. هللويا هللويا. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في العالي نسجد للابن الوحيد. هللويا هللويا. نشكره لعظمه مجده. هللويا هللويا. المجد لله في العالي وحدك القدوس. هللويا هللويا. أنت وحدك العليم. هللويا هللويا. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. أنت روح الله الحي. هللويا هللويا. ضيفك
الكريم. هللويا هللويا. المجد لله في العالي وعلى الأرض السلام. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. لنصلي. اللهم يا من تركت لنا ذكرى آلامك في هذا السر العجيب، هب لنا أن نكرم سر جسدك ودمك المقدس، فنجني في نفوسنا ثمرة فدائك على الدوام. أنت الإله الحي المالك مع الآب والروح القدس إلى دهر الدهور. آمين. القراءة الأولى قراءة من سفر الخروج. في تلك الأيام جاء موسى وقص على الشعب جميع كلام الرب وجميع الأحكام، فأجابه الشعب بصوت واحد وقالوا: جميع ما تكلم به الرب نعمل به. فكتب موسى جميع كلام الرب وبكر في الغداة وبنى مذبحاً في أسفل الجبل، نصب 12 نصباً لاثني عشر سبط إسرائيل، وبعث فتيان بني إسرائيل فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة من العجول للرب. فأخذ موسى نصف الدم وجعله في طسوت، ورش النصف الآخر على المذبح، وأخذ كتاب العهد فتلى على مسامع الشعب فقالوا: كل ما تكلم الرب به نفعله ونأتمر به. فأخذ موسى الدم ورشه على الشعب وقال: هو ذا دم العهد الذي عاهدكم الرب به على جميع هذه الأقوال. كلام الرب. الشكر لله. كأس البركة هي مشاركة في دم المسيح. كأس البركة هي مشاركة في دم المسيح. بماذا أكافئ المولى على كل ما آتاني من أفضال؟ سآخذ كأس الخلاص وإلى اسم الرب أرفع الابتهال. كأس البركة هي مشاركة في دم المسيح. غالية في نظر المولى ميتة من كانوا لوده مخلصين. ألست عبدك وابن أمتك؟ إنك حللت قيودي. كأس البركة هي مشاركة في دم المسيح. لذا سأقدم لك ذبيحة الثناء وأرفع إلى اسمك الدعاء، وأوفي بنذوري للمولى أمام شعبه أجمعين. كأس البركة هي مشاركة في دم المسيح. القراءة الثانية قراءة من الرسالة إلى العبرانيين. أيها الإخوة، أما المسيح
فقد جاء جبرا عظيما للخيرات المستقبلة، واجتاز قبة أكبر وأكمل من الأولى لم تصنعها الأيدي، أي أنها ليست من هذه الخليقة، فدخل القدس مرة واحدة ولم يدخله بدم التيوس والعجول، بل بدمه دخل القدس مرة واحدة فكسب لنا فداءً أبدياً. فإذا كان دم التيوس والثيران ورش رماد العجلة يقدسان المنجسين فيطهران جسدهم، فما أولى دم المسيح الذي قرب نفسه إلى الله بروح أزلي قرباناً لا عيب فيه أن يطهر ضمائرنا من الأعمال الميتة لنعبد الله الحي. لذلك هو وسيط لعهد جديد لوصية جديدة، حتى إذا مات كفارة للمعاصي المرتكبة في العهد الأول نال المدعوون الميراث الأبدي الموعود كلام الرب. الشكر لله. Alleluia, Alleluia, Alleluia. يقول الرب: أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا للأبد. Alleluia, Alleluia, Alleluia. الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس مرقس الإنجيل الباشي. المجد لك يا رب المجد لك. وفي أول يوم من الفطير وفيه يذبح حمل الفصح، قال التلاميذ ليسوع: إلى أين تريد أن نمضي فنعد لك لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلقاكما رجل يحمل جرة ماء فاتبعاه، وحيثما دخل فقولا لرب البيت: يقول المعلم، أين غرفة التي أكل فيها الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما علية كبيرة مفروشة مهيأة فعداه لنا هناك. فذهب التلميذان وأتيا المدينة فوجدا كما قال لهما وأعدا الفصح. وبينما هم يأكلوا أخذ خبزا وبارك ثم كسره وناولهم وقال: خذوا هذا هو جسدي. ثم أخذ كأسا وشكر وناولهم فشربوا منها كلهم، وقال له: هذا هو دمي دم العهد يراق من أجلي جماعات الناس. الحق أقول لكم، لن أشرب بعد الآن من عصير الكرمة
حتى ذلك اليوم الذي فيه أشربه جديداً في ملكوت الله، ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. للمسيح يسوع التسبيح والبركة، من أجل كلامه الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركة. يقول الرب: أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا للأبد. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. معنا اليوم في القداس ابن الرعية شماس وجدي سهاوني، اللي إجا من سمينير بيت جالة حتى يتحضر من أجل الرسام الكهنوتية، وأول مرة بشمس كشماس إنجيلي في الرعية. زي ما نبهنا وحكينا أنه رسامته راح تكون ب 12/8 بمركز سيدة السلام، والقداس الأول ب 13/8 يوم الجمعة مساء في هذه الكنيسة، في كنيسة رعيته. نصلي من أجله، ونصلي من أجل دعوات الكهنوتية والرهبانية حتى ربنا يرسل عمله إلى حقله وإلى كنيسته. اليوم احنا نحتفل في عيد جسد الرب ودمه المقدس. هذا الاحتفال المهم على قلوبنا كمسيحيين هو احتفال بحضور المسيح الحقيقي في سر القربان الأقدس، في جسده ودمه الأقدسين. القربان الأقدس اللي خلال القداس نتقدم ونتناول من يد الكاهن هو نفسه يسوع المسيح. زي ما بنعرف المسيح أسس الأسرار السبعة، هدفها خلاص الإنسان، وكل سر له أهميته الخاصة، ولكن القربان الأقدس أو سر الإفخارستية كما يقول القديس توما الأكويني هو منبع الأسرار، لأنه في خلال هذا السر وفي خلال القداس وفي ذبيحة القداس المسيح يقدم ذاته مأكلاً ومشرباً حقاً. لهذا العيد تسميات كثيرة، عدة معاني وعدة أسامي. أول اسم ممكن نحكي عنه هو عيد عشاء الرب. القداس الإلهي بذكرنا في العشاء الفصحي، بذكرنا في خميس الأسرار عندما اجتمع يسوع مع تلاميذه وأخذ خبزاً وكسر وشكر وقال لتلاميذه: خذوا كلوا، هذا هو جسدي. وأخذ الكأس وشكر وبارك وقال: خذوا اشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد. إذن عيد اليوم هو عيد عشاء الرب. معنى ثاني لهذا العيد الإفخارستية. شو يعني الإفخارستية؟ مشتقة من الأصل اليوناني ومعناها الشكر.
بمعنى آخر أن القداس الإلهي وذبيحة القداس هي عطية ونعمة مجانية من يد الرب، نقبلها نحن ونقدم شكرنا ونقدم حمدنا وتسبيحنا لله تعالى على كل نعمة وبركة بعطينا إياها في هذا القداس الإلهي وفي هذه الإفخارستية. معنى ثالث لهذا العيد كسر الخبز، وبترجعنا هاي الكلمات لسفر أعمال الرسل. كان التلاميذ أو الرسل يواظبون على كسر الخبز وتعليم الرسل والصلوات، ونحن في القداس الإلهي نحيي ذكرى كسر الخبز. معنى رابع لهذا العيد الشركة، كل من يتناول جسد المسيح ودمه يدخل في شركة محبة مع الآب السماوي، زي ما بحكي القديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل قرنثوس: أليس الخبز الذي نكسره مشاركة في جسد المسيح؟ أليست كأس البركة التي نباركها هي مشاركة في دم المسيح؟ إذن القداس الإلهي القربان الأقدس هو فعل شركة، شركة من علاقتين: شركة بعلاقة عمودية، وشركة في علاقة أفقية. عندما أتناول جسد المسيح أبني علاقة عمودية مع يسوع، لأنه بالإنجيل المقدس يسوع قال لنا: من أكل جسدي وشرب دمي ثبت فيه وثبت في. وهي أيضا شركة مع جماعة المؤمنين اللي موجودين معي في الكنيسة. جسد المسيح يوحدني مع كل إنسان موجود في هاي الكنيسة، نصبح كلنا بالرغم من تعدد الأعضاء، ولكن جسد المسيح يجعلنا عائلة واحدة وجسد واحد. فإذا الشركة شركة مع يسوع وشركة مع جماعة المؤمنين. يسوع المسيح في العشاء الأخير قدم لكنيسته جسد المصلوب والقائم من بين الأموات ودمه المبذول لغفران الخطايا، قدم لكنيسته ذبيحة الصليب. القداس هو ذبيحة، ونحن نحيي كل ما نقيم ذبيحة القداس نحن نحيي ذبيحة الصليب. يسوع على الصليب سفك دمه، وفي القداس يسوع يقدم دمه من أجلنا ولمغفرة الخطايا. إذن إخوتي، احتفالنا اليوم في جسد الرب ودمه هو فعل إيمان، فعل إيمان بوجود المسيح الحقيقي الكامل في لاهوته وفي ناسوته في القربان المقدس. يسوع في عظته على الجبل وفي خبز الحياة حكانا: من أكل جسدي وشرب دمي فله الحياة الأبدية. وضاف على ذلك يسوع: مش بس له الحياة الأبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. يسوع اليوم بعطينا امتياز خاص، إحنا إن المسيحيين بيحكينا اللي بوكل جسد المسيح باستحقاق بتناوله إلو مفتاح الملكوت،
وإلو القيام وأنا أقيمه في اليوم الأخير. ليش ما نقدس قداسنا بتحضير روحي واستعداد داخلي وأن أتناول جسد المسيح ودمه ليكون جسد المسيح ودمه إلي طريق للوصول للحياة الأبدية. إشي مهم إذا بدي أتناول جسد المسيح ودمه، جميل جدا أن يكون في حياتي شوق داخلي ورغبة وتحضير روحي واستعداد حتى أتناول جسد المسيح. زي إنسان بيجي له صديق من السفر وبيكون في عنده هالرغبة والشوق إنه يلتقي فيه، يا ريت إنه هذا الشوق والرغبة اللي موجودة في لقائنا لصديق أن تكون موجودة في قلبنا وفي حياتنا عند حضورنا للقداس الإلهي وتناولنا للقربان المقدس. مشان هيك قديس بولس في رسالته الأولى إلى أهل قرنثوس بيحكي لنا: من أكل جسد الرب وشرب دمه ولم يكن أهلا لهما فقد أذنب إلى جسد الرب ودمه. القديس بولس بحثنا اليوم كل مرة بدي أتناول القربان الأقدس لازم أبني سر مصالحة في حياتي، سر الاعتراف، سر التوبة هو المفتاح للمصالحة حتى أستعد روحياً لاستقبال جسد المسيح ودمه في حياتي كإنسان مؤمن. الإنجيل المقدس بيحكي لنا كمان: إذا قدمت قربانك إلى الهيكل وذكرت أن لأخيك عليك شيئا، دع قربانك واذهب أولا وصالح أخاك ثم عد وقرب قربانك للهيكل. إذن أهم إشي حتى أتقدم من مناولي وأتناول جسد المسيح ودمه، يجب أن أبني مصالحة بيني وبين الله، مصالحة بيني وبين الآخر، مصالحة بيني وبين ذاتي. وأخيراً، أنا كإنسان مسيحي أمام سر القربان المقدس، واجب علي بعض الأمور العملية ممكن نعيشها مع بعض. حلو جداً وتفرض علينا الكنيسة أيضاً أنه قبل المناولة لازم يكون في استعداد جسدي، لازم يكون في صيام جسدي استعداداً لمناولتي والقربان المقدس، مش بس استعداد روحي أعترف ممتاز، ولكن أيضاً استعداد جسدي أمام القربان المقدس. واجب علي كإنسان مسيحي السجود والإجلال والخشوع أمام السر العظيم، سر القربان المقدس، حيث المسيح حاضر بجسده وفي دمه. وأخيراً باسمكم إخوتي جميعاً أبناء الرعية وفعالياتها، بقدم شكري من أجل فضائية نورسات الحاضرة معنا لبث هذا القداس الإلهي، وبالأخص مكتب الفضائية في عمان ممثلة بالدكتورة باسمة السمعان. نصلي معاً لهم حتى يكون نورسات منارة ينشر إنجيل المسيح وكلمة المسيح إلى العالم أجمع. آمين. نؤمن بإله واحد، الضابط الكل، خالق السماء والأرض.
كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو لله في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء، تأنس وصلب عنا عهد الله سبحانه، تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليبين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. صلاة المؤمنين. أيها الإخوة الأحباء، نحن اليوم مجتمعون للصلاة في عيد جسد الرب ودمه، فلنطلب إلى الله أن يجدد معنا كل يوم عهد الخلاص بدم المسيح يسوع. من أجل أن يعلم المؤمنون يقيناً أن سر جسد المسيح ودمه في العهد الجديد هو سر المصالحة والخلاص. إلى الرب نطلب يستجيب يا رب. من أجل أن يؤمن أتباع المسيح بوجود المسيح معهم حقيقة وفعلا وجوهرا في الخبز والخمر مدى الأجيال. إلى الرب نطلب يستجيب يا وبسلطانه الإلهي المطلق على كل ما في الوجود. إلى الرب نطلب يستجيب يا رب. من أجل أن يلبي المؤمنون دعوة المسيح ويأكلوا جسده ويشربوا دمه طلباً للحياة. إلى الرب نطلب استجيب يا رب. من أجل أن يحيط المؤمنون هذا السر الكريم بأقصى ما له عليهم من حقوق العبادة والسجود. إلى الرب نطلب استجيب يا أيها الرب يسوع المسيح، يا من جعلت سر جسدك في الخبز والخمر معجزة حب مستمر وعطاء موصول لا يقوى على مثلها أحد سواك، تقبل شكرنا وثناءنا، وآتنا أن نلبي دعوتك ونأكل جسدك، ونحن على أوفى ما نكون تأهباً واستعداداً. أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين. آمين. جلوس. يا جسم الله السامي، أنت للروح قوت، رقم 319. يا جسم الله السامي، أنت للروح قوت، زاد بك قيامي يا رب الملكوت، يا رب الملكوت. تبارك يا رب، كم جدا بهذا الخبز نقدم.
يا حامل وديعا خلصت العالمين فديتنا جميعا بدمك ثمين بدمك ثمين. كن زادنا الأخيرة في الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يقبل الرب الذبيحة من يدي لمدح اسمي وتمجيده ولمنفعتنا ولخير الكنيسة المقدسة بأسرها. نسألك أيها الإله السميع لكل من يدعوه أن تمنا على كنيستك بهبات الوحدة والسلام التي ترمز إليها هذه القرابين الطاهرة بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم وما روحك أيضا لنرفع قلوبنا إلى العلا إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. هو الكاهن الحقيقي الأزلي منشئ هذه الذبيحة الدائمة، هو أول من قرب لك ذاته قربان خلاص، أوصانا بأن نقرب هذا القربان ذكرا له. فإذا تناولنا جسده المبذول من أجلنا نلنا قوة، وإذا شربنا دمه المسفوك من أجلنا نلنا قداسة. لذلك أننا مع الملائكة ورؤساء الملائكة مع العروش والسيادات ومع سائر جند الجيش السماوي نواصل التسبيح بنشيد المجد مرنمين. قدوسا 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 أنت الرب القوي إله الصباوت السماء والأرض مملوءة من مجدك العظيم
شعنا في الأعالي. حقا إنك لقدوس أيها الآب ينبع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعاً أخذ خبزاً وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلاً خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلاً خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتينا يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها كمال المحبة مع حبر العظم البابا فرانسيس، بطرياركنا بيير باتيستا، أسقفنا ويليام، وسائر الإكليروس. اذكر عبيدك المرحومين أديب جندح رضا طاشمان وعبير طاشمان وعماد سمردلي، نواف الصايغ وشهلة دبابني وإلهام أبو حنا السهاوني، الذين دعوتهم من هذا العالم إليك، وهب لمن كانوا شبيهنا بابنك في موته أن يكونوا شبيهنا في قيامته أيضا. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين لرحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضا أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، أن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله خطيبها القديس يوسف، ومع رسل الأطهار وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل
نسبحك نمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور، آمين. كلنا عائلة واحدة، يجمعنا يسوع المسيح الواحد. نرفع قلوبنا وأيادينا ولنرتسل الصلاة الربية. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء الشرور، تعطف ومنح السلام في أيامنا، أعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام استودعكم وسلام يمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل انظر إلى إيمان كنيستك، تنازل أولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك ايضا. فليصالح بعضنا بعضا فليصالح بعضنا بعضا المسيح صالحنا مع الله. فليصالح بعضنا بعضا فليصالح بعضنا بعضا. يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا العالم ارحمنا، يا حمل الله الحامل خطايا العالم. هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. جسد المسيح ودمه حفظان للحياة الأبدية، آمين.
لك التسبيح والشكران، لك المجد يا سر القربان. ترتيل رقم 300. لك التسبيح والشكران، لك المجد يا سر القربان. لك التسبيح والشكران لكل زمان وكل مكان. أجناد العلاه تجد بالثناء، قوة السماء تذيع الشان. ها هو عندنا باختفاء، فلنسجد له بإيمان. تعالى الله كيف ظهر لنا بصلاة يفوق العقول. تعالى الله كيف اعتبر تنعمه بيننا يا بشر. سر بالمقام ما بين الأنام، عن فرط الهيام الجالي برهان. لذاك استبى بشكل الطعام، ومعنا قام مدى الأزمة. هبوه القلوب يا مؤمنين، فإن القلوب به تستعين. هبوه القلوب يا مؤمنين، فالرب فدى بدمه الكريم. ولنشكر سخاه ولنطلب رضاه، نترك ما سواه لئلا نوعد. وبعد الممات ننال سماه، مقر النعيم ورضوان. هلموا يا ذوي الأفكار، نكرمه لعظيم سخاء. هلموا يا ذوي الأفكار، نكرمه لسر الأسرار. لحمه غذانا، دمه سقانا، ذاته أعطانا بذا قربان. أجيد المديح بكل قوانا، وليمدحه كل لسان. هو المنور الذي يأتي
يمنح جياع النفوس حياة تدوم. هو المن الذي يمنح قلوب العباد خلود النعيم. ذا خمر التقاة مبدِع الحياة راية النجاة على الأكوان. ومنه صدور كل ليبات وفيه سعادة الإنسان. بهذا العيد تفيض النعم بسر به كانت الأسرار. بهذا العيد تفيض النعم على جنسنا يا بني آدم. من كان فقيرا أو كان حقيرا أو كان أسيرا ليأتي الآن يجد ربا كريما قديرا بسر الوداد بعد ما انهينا القداس الالهي سنقوم الان في دورة القربان الاقدس في الكنيسة حتى ناخذ بركة جسد الرب المقدس. لو سمحتوا الجميع ركوع. يسوع طاب ذكره، يسوع طاب شكره. رقم 325. سالكا
سبل الرشاد إذ قضى من فهو أدى عجبا فيه فارد. في عشاء الحب ليلان بالتلاميذ انفرد ومتما شرع موسى أكل فصح الموعد جسمه أعطاه رسلا ما كلا يهدى به كلمة الله القدير حول الخبز جسد ثم في صورة خمر شامه شربا رفض فالزم لمن تخلص وإن الحس تعب يا لساني جد بوصف مديحا سر الجسد ودى بالمعطى في دهان عن شوب لا تعد صبه عمد كريم جوده ليس فلنوقر باحترام سر فدينا الصمد وليزل شرع قديم عندما السر استجد فلنوحي ما نحس كان بنقص جهد وليكن أب مجيدا والذي منه تلد ثم روح بانبثاق باحترام سر ثالوث الأحد آمين. أرسلت لهم من السماء خبزا هللويا يحتوي كل لذة هللويا لنصلي. اللهم يا من تركت لنا ذكرى آلامك في هذا السر العجيب هبنا أن نكرم سر جسدك ودمك المقدسين حتى نشعر دائما في نفوسنا بثمرة فدائك أنت الحي المالك إلى دهر الداهرين.
الصفحة 59. تبارك الله، تبارك يسوع المسيح الإله الحق والإنسان الحق، تبارك قلبه الأقدس، تبارك يسوع في سر القربان الأقدس، تباركت والدة الله المعظمة مريم الفائقة القداسة، تبارك انتقالها المجيد إلى السماء، تبارك اسم مريم الخالية، تبارك القديس يوسف خطيبها العفيف، ترتيلة رقم 466، رقم 466. يعطيه صفحة ولا